شمال البلاد أم جنوب المغرب؟ أي المصطلحان الصائب؟ شمال البلاد أو جنوب المغرب هي المناطق التي لا تصنفها منظمة الأمم المتحدة كمناطق نزاع بين البوليساري والاحتلال المغربي. تشمل مدينة أس، قليميم، طنطان وبعض المناطق الأخرى. هناك فئة تعتبر أن تلك المناطق تدخل في المجال الجغرافي للصحراء الغربية وتعتبرها مناطق سليبة، بينما فئة أخرى ترى أن حدود الصحراء الغربية من منطقة طاح إلى الجويرة جنوبا. شكل مصطلح شمال البلاد وجنوب المغرب نقطة خلاف حادة بين الصحراويين خصوصا بالمواقع الجامعية. ولكن بالرجوع لخطابات الشهيد الولي مصطفى السيد، فلم يسبق له أن استعمل شمال البلاد ولا جنوب المغرب في وصفه لهذه المناطق. حتى اليوم لم يستطع المختلفون حول هذا الأمر صياغة خطاب موحد واستعمال المصطلحات متفق عليها بخصوص هذا الموضوع الحساس. فهل يكون مصطلح شمال البلاد وجنوب المغرب خاطئان؟